السر مدفون بثبات. ما بين نارك والحطب هذا الدواء ما اشوف منه فايده. لا تستعجلي يا اختي، هذا الدواء يخليها تفقد توازنها وتحس بصداع وتكون مجنونه وتعيش طول عمرها مجنونه. تواصق احيانا تعمد ما اعطيها هذا الدواء، ما اريدها تجن، بعدين من اي يشل عني شغل البيت واي ينفذ لي اوامري. عذرا اشري اشري نيه حرمه تكون خدامه تحت رجلك ويتمنن. واحيانا لو الود ودي انها تجن بسرعه يوم اشوف تصرفاتها مع سيف والدي. هي ما اثر فيها شويه؟ احيانا يغمى عليها، بس انا تعبت وانا راقبها متى تريد تشرب علشان اصب الدواء في القحله وبعدين ارد اكبه مره ثانيه. انت صبري ولا تستعجلي وغرغريها سقيها من ذا الدواء الين نتخلص منها، واذا ما نفع ذا الدواء عند حمد الحل ما تخافي. Thank you.
ما كم مرة قلت ليش هذه البنت ما تخليها تطلع من البيت إلا ومعاها حد. من تقصد بنتنا نجوى؟ لا أقصد بنت القيم. أي قصدك بنت أخوك؟ أيوة بنت أخوي. وبعدين يا عذراء هذه أمانة عندنا، البنت من يوم صغيرة وهي يجيها نوع من الإغماء ممكن تطيح في أي مكان. بعدين هذه يتيمة، يتيمة لازم نحافظ عليها، وفوق كل هذا هذه بنت أخوي منصور. أوه منصور منصور منصور، هل كنا هو حي وهل كنا هو ميت؟ بعدين لو بنتك ما بتخاف عليك كثر ما تخاف على رقية، والله العظيم ما فيها شيء، تطمن تدلع. وبعدين مين يقدر يؤذيها وانت راشد المسمار؟ انت ليش تفكيرك دايما سيء؟ ليش؟ البنت اعقل من الكلام اللي يدور في راسك. كرهك لمنصور انتقل لأولاده، ما في يوم من الأيام حسستيني إني لي أهل وأقارب، كرهتيني في الناس وكرهت الناس فيي. اللي سواه منصور ما قليل يا راشد، والبنية ما لها ذنب، هذا أنا جبتها ربيتها وعلمتها وخليتها تعيش بين أولادي من صغرها. جبتيها علشان تكون لي الشغالة في البيت ما كذاك؟ هذا جزاي؟ يوم إني جالسة أعلمها أصول المرأة وكيف تعرف تحافظ على بيتها وتصونه، هذا جزاي ومعلمتك كيف تعرف تطبخ وتغبر وتحطب، كل هذا ما في عينك يا راشد؟ ما تشوفه قدامك؟ لا لا، إذا كان هذا قصدك فأنا أكيد فهمتك غلط. أنا افتكرت يا عذراء إنش قاسة تحاسب البنت بذنب أبوها. انتي متى هني؟ سمعتي شيء؟ انا اريد ابوي في كلام ممكن؟ ما في كلام يخفى على امش، اذا عندي شيء قولي، هذا ابوش قدامش. خير يا بنتي في شيء؟ كلام اريد اقوله حالك. قالت ليش ما في كلام يخفى عن امش، اذا عندي شيء قولي. رقية مال هذه البلية بعد ماتت؟ قال الله ولا فالش، انتي ليش تتولي على البنت؟ ايش فيها يا بنتي؟ خير ان شاء الله؟ لازم تشوف لها طبيب يعالجها. ما فيها شيء، تدلع، تبى تروز غلاء هذي. لا حول ولا قوة. خلاص يا بنتي خلاص، بعد موسم التبسيل إن شاء الله بشوف الأحد. طمني يا بنتي. مالك يا أخوي سرحان؟ هذا وراء حزن؟ افتح لي صدرك. عادين إذا ما صارح محمد صديقي وراح يقدر لي، صارح من أبو حداك. إيش فيك يا أبو عبد الله؟ أتذكر أول يوم دخلنا عليكم أنا الوالد الله يرحمه، ما أنسى وقفتكم أنت وعم محمد. جميلكم جميلكم شايلين في راسي لين يوم القيامة. ما هو جميل يا سعيد كثر ما هو رد الجميل. أبوي كان دائما يتكلم عن كرم وطيبة أبوك، خاصة لما ننزل عندكم. تعرف كل خيرنا من الحارة، وأبوك الله يرحمه ما كان مقصر معنا في شيء أبدا. تدري يا محمد، كل ما حان موعد ذكرى موت وبلا صح قتل أخو، ما يجيني نوم، أظل أصرخ أصرخ، أحس إني جبان جبان، ما قاد أسوي شيء. لا تنسى يا سعيد نصيحة أبوي، لازم يكون سلاحنا قوي عشان نقدر نسترد حقك من عمك. ترى عمك ما سهل أبدا، ومثل ما يقول أبوي إن العلم والمال والصبر هم أقوى سلاح للمواجهة. العلم ما ينخاف عليك، باقي المال عزيمة والصبر. متلهف متلهف أزور الحارة متلهف. لا تستعجل وأنا أخوك، نروح ننام الحين، وبكرة الصباح نشوف أبوي في الموضوع. يلا
يلا رحنا لناخذ. من 12 سنة وأنا ما عارف أفكر صح، قلت لنفسي أكون خارج الحارة أفضل، لكن اللي صار العكس، موت منصور وخروجه عن الحارة وارتباطي بحميد زاد من جبروت المسمار. أنا ظنيت لما أتعاون مع الخرابين أقدر أهز من أمور التجارية وضعف المحصول، لكن طلع ذكي لبى طلبات حميد وربعه، وكل يوم عن يوم تتغير الأمور للأسوأ. أحس أني ما قادر أسوي شيء، ما قادر أسوي شيء. صبحك الله بالخير حبيب. مبارك الله بالخير. خير، اشوفك اليوم بعد جالس ما لقيت شغل. تعرف الحالة يا صاحبي، راشد المسمار مقطع علينا الرزق، وما حد من أهل الحارة راضي يشغلني، والحالة كل يوم تزداد سوء. الله يكون في عونك يا حبيب، الله يكون في عونك. أقول لك قم معي، قم، أنا محصل شغل في الحارة اللي قبلها، قم. وأنا ماشي حالي شغل. ولا يهمك، أنا خبرته إحنا اثنين ومستعدين نشتغل لمدة تبسيل كاملة، لا يكون لهم صلة بحمد، وخبرهم إنه ما يشغلوني. انت تعرف هذه الحارات لها مصالح مع المسمار ويسمعوا كلامه. يا رجال انت قوم وخلي الرزق على مقسم الارزاق. زين، وكيف امور الحداده؟ هتقفل دكانك؟ وقت التبسيل يتوقف كل شيء، وانت عارف تراهن لا كمين مقز انسنه العصر ان شاء الله. سيف قم، انت بعدك نايم؟ صباح الخير با. صباح الخير با. انت ما تستحي على وجهك، نايم لحد الحين؟ وانا فرحان عندي رجال اعتمد عليه يمسك لي اعمالي ويتابع العمال بدل ما اعتمد على خالك. يا ابوي ترى خالي ماسك كل شيء، بعدين انا ما لي حاجه في شغلك. ايش تقول يا ولد؟ انت بتضل طول عمرك اتكالي. انت ما عرفت المثل ده شخول؟ ما يحك لي ظهري غير ظفري. خير، ايش مستوي من الصباح قاعد صارخ على الوليد؟ هذا الوليد بيظل طول عمره صغير محتاج حليب امه ما دام انك تدلعيه. هذا ود راشد المسمار، ود اغنى رجل في الحاره، ما يحتاجيش قويتها. وبعدين انا قلت له خالي حمد قايم بالاعمال كلها. اخوي حمد الحمد لله ما مقصر في شيء يا راشد، والخير اللي انت فيه بسببه الله يخليه ويبقيه ان شاء الله. ابوي الكلام مع شنتي ولدي ضايع، انا احسن لي اروح اشوف مصالح بنفسي. زعبي زعبي زعبي. ما يهمك يا ولدي، ما عليك من كلامه، ارتاح انت بس. ابوي كل ما تجي سنه يعصب اكثر، بعكس شنتي يا امي تزدادي نور وجمال وطيبه وحنان. ايه هذا الكلام اللي يشرح القلب، ما كلام ابوك. قولي عاد كم باغي؟ انا اليوم اروح اتعلم الرمايه في السيح، وعاد محتاج فلوس حالي وحال ربعي، ويمكن ننام هناك. دير بالك على عمرك يا ولدي، واللي تريده انا مستعده. زين يا امي. ما خلي هذه الشغاله القيوه تجيب لي ريوق هنا. اسكت لا يسمعك ابوك واختك، اوين باغينا تعيش بنتها ناقره، اوين بحسبه بنته. يلا حتقول سلام عليك. السلام عليكم. اطلب الله ابيلي وين ما حاشد لي. السلام عليكم. عفوا منا روح احسن. وش منا؟ خلي من هنا والله، منها كلب. انت تدعى الكلب وانا راح ابو الكلب. خلي بروح قدام انت. خلي يلا. قوم يلا وخلي عنش الكسل، قوم سوي لي ريوق. انت كيف تدخل غرفه رقيه بدون استئذان؟ نعم أنا أستاذن؟ ومن من؟ من واحدة تشتغل في بيتنا؟ أنا ما تسمح لك تقول مثل هذا الكلام، هذه بنت عمنا من لحمنا ودمنا، احترم نفسك. قلت لك لا ترجع لأخوك. وانتي بس ايش دلع، قومي سوي لي ريوق. استريحي لا تتحركي، خليها الله يخليك، أنا قوم أسوي لك الريوق. رقية مريضة؟ لا مريضة ولا شيء. أمي
طلعي برا. اشوف قلبي شو عقد عليها. زين خالتي انا بقوم. انا بخير. يا ثاني أفضل طول عمرك حزين، لازم ترضى بقضاء الله وقدره. هذا ولدك؟ نعم هذا ولدي وهذه زوجتي، كلنا مصابين. نعدينا من حبوته قبل لا تموت الله يرحمها. كنا نحبها واجد وما رضينا نجيبها المعزل، قلنا يمكن تتعالج. وطلع هذا المرض ما له علاج مع كذاك؟ للأسف ما يلعلاج. انصابت زوجتي بالأول وانعديت منها وعدينا ولدنا الوحيد، ولحد الحين قادرين نقاوم المرض ونستعين بالله وراضين بالقسمة. بس انت لو قلت ولدك بيجاوبك، زوجتك بتجاوبك، بس انا لو قلت ميت ما حد بيرد علي. اهلي كلهم تركوني وما حد يزورني ابدا. يا أخوي يا ثاني، اعتبر عائلتي عائلتك، وإحنا كلنا مصابين بهذا المرض. بس أنا ما أعرفك، كيف تعرف اسمي؟ من أنت؟ أنا صالح، وأنت ما واحد في المعزل ما يعرفك، لأنك الحزين دائما. ما شاء الله ما شاء الله عمي حمد، السنة الخير وفير وكثير. بس هذا المال ما حالنا، هذا حال ود المسمار. هي بس نحن ما دبنا أعوانة أكيد بنحصل على خير، وخاصة أنت شمجة وتدير أعماله. حاسد حسودين، طول عمركم أتموا كذاك ما تتعدلوا، ولا يسمعك تقول ما كأنك مستفيد مني، ما كأني أنا ما أعطنك ومريحنك وباسطنك على آخر. بس عمي حمد أنا ذراعك اليمين. إيه ذراع اليمين. أتذكر ثاني المسكين كان كل الشغل عليه، وفي هذه الأيام تحصلوا شايل نص الشغل عن العمال. فعلا خسارة، ثاني كان رجال شغيل. رجال شغيل بس الطماع، الله ما يرحمه. يعني عمي أنت سبب مرض ثاني؟ أنا؟ لا لا لا، بس هذا مرض معدي والله يجيرنا منه. ظنيت إلك يد في إزاحته عن طريقك، لأنه يعرف أسرارك وأسرار العم راشد المسمار. الحمد لله الله خلصنا منه ومات سره معه. كيف يعني؟ بس ثاني بعد حي ما مات. ومن عنده قسارة يزور واحد مريض، خاصة بذاك المرض كل الناس تخاف منه. هي بس أنا أروح له؟ انت تروح له من بعيد، ولاني انا امرتك. اما باقي الناس تخاف تزوره، عشان كذا اقول لك ما تسر معه. فهمت تو؟ تو فهمت عمي. زين انك فهمت. انا تذكرت شغل مهم، وانت يلا روح شوف باقي شغلك. روح روح. يا رقية نسي كل شيء. ايش رايك اليوم نروح الوادي انا وياك؟
الوادي طريقة صعبة وأنا مريبة. هو الغيل يرد الروح. أنا أخبر أبوي وصلنا، خاصة أن سمعت سيف خارج السيح مع أربعته. وتتوقعي أبوش بيوافق؟ ما دام أنا أقلق فما أظن بأي مانع. وشغل البيت؟ لا لا، أنا لازم أجلس وأخلص شغل البيت لا يتراكم. أنا أخبر شغالات أمي يكمل الشغل عنش بدون لا تعرف أمي. أهم شي راحتش يا بنت عمي. الله يخليش يا نجوى، ما عارفة أردش جمايلش ووقفتش معي. لو ما أنتي كنت ميتة من زمان. محروزة يا الغالية، إن شاء الله أنا ولا أنتي. إيه عبود وحسود، مو تسويوا جننتوا بالحمير؟ وقتي راضي من وادي بحيط ضاعي باكر تبثيل. توتا ما عندك خبر إن باكر تبثيل مع راشد البخي، قصدي راشد المسمار. قول طاح موضة دول قداد يخدم على أولادول قداد. باكر نقول ما اليوم وهين حمارتي؟ حمارتك موجودة لكن باكر عشاك وغداك فترك به. خبر بعدك. انزين أنا بروح أودي الحمير الزرب وانتو روحوا عن يجينكم الكلاب. احنا كبار ما صغيرين نخاف الكلاب ولا تنفى بحفا. حسون؟ نعم. مو ضايق نسوي سباق؟ سباق سباق. خلا سو خلا ركب حمارتك. قوي واحد اثنين ثلاثة خطفي خطفي هاي. طاح مراد جدا جدا. حميد ايش عند عيسى معك؟ ما في شيء ما في شيء يا ابو الحسن. ماشي ماشي. كيف ماشي وانت اليوم ما رحت مع اولادك وعيسى جايينك في هذا الوقت رغم بعد حارته؟ تعرف المزرعه اللي شفناها الصباح ورحنا نقدها بالليل؟ حد شافنا هناك. خير ان شاء الله وحد شافكم. هذه ما اول مره حد يشوفكم. هذا الرجال من بلاد عيسى ولو خبر عليه شيخهم بتسوي فضيحه كبيره وبينكشف امرنا كلنا اربعه. وما بعيده بعد بيطردوه من بلاده. هو مسكين خايف على ابوه المريض لانه ما عنده حد يرعاه من بعده. والحل؟ الرجال وصل بلاده ولا بعده في الطريق؟ لا الرجال ما وصل بلاده بعده لانه رايح زفه. خير ايش ناوي تسوي؟ ما دام انه عيسى خايف لهالدرجه احنا نمسك الرجال ونهدده او نفهمه كيف يحفظ سره. والله هذا راي زين. والحين بنعرف السالفه بالتفصيل من عيسى وبيخبرنا كيف ممكن حصل على هذا الرجال. عيسى تعال 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 اسمع الكلام الزين من ود حسن. تعال محمد خرج هو عمي حمود راح يتمشى صوب زريبة الغنم. وانت ليش ما طلعت وراها؟ جالس انظف سلاحي وافكر في حالي. ممكن اسألك سؤال يا سعيد؟ تفضلي يا جواهر سألي انا اسمعك للصبح. حد شاغل بالك يا سعيد؟ هي انت يا جواهر. انا؟ هي انت تذكريني بعز انسانة بخت القيم، تذكريني بطفولتي ومأساتي في نفس الوقت.
تصبح على خير يا سعيد. أبوي، أنت شفت عقلية سعيد، قدر يعالج الهوش ويفهم في علاج أمراض كثيرة تصيب الإنسان. سعيد أصبح رجال ووصل لسن يسمح لنا ياخذ حقه، فإيش رأيك؟ صحيح، لكن سعيد بعد سلاحه ما اكتمل. إيش من السلاح يا أبوي؟ الخير عندنا والحمد لله كثير، ولا أنت يا أبوي ما ناوي تعطيه؟ محمد، مو هذا الكلام عندك؟ أنا أعز شوية غوازي ودبشوة. لا، الله يعلم أن سعيد ولدي كماك بالضبط، ما شي فرق بينكم، ولا حلال هذا بتشوفوه حلال عليكم. سعيد أصبح متعلم وفاهم ويوزن الأمور أحسن مني، وعنده كتب في علاج الإنسان والحيوان ويفهم في الحساب والفلك. صحيح كلامك يا محمد، لكن سعيد لازم يمارس تجارب الحياة ويعيش الواقع. مو تقصد؟ بشر سعيد إنكم حتبديوا الخطوة الأولى. سعيد يروح الحارة؟ لا 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 لا، حسيرش الحارة. سعيد لازم يمارس التجارة، يتاجر بالحلال يعني، ويصير صوب الدويرة. البحر أسراره عميقة يا محمد، وثلثين الرزق من التجارة. يا أبوي، ممكن تسمعني وأخذ من وقتك شوية؟ تفضلي يا بنتي، إيش باغي تقولي؟ أنا ما عارفة إيش أقول لك. قولي يا بنتي قولي، أنا مستعد أسمعش من تو إلى بكرة الصبح. تعالي يا بنتي، تعالي 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 يا بنتي تعالي. استريحي. خير يا بنتي؟ أنا ورقية نريد نستأذنك علشان نروح الوادي باكر الصبح. بس كذاك يا بنتي؟ قولي حال أخوي السيف يوصلكم. بس السيف ناوي يروح السيح. خلاص يا بنتي، أنا بكلم لشمبيريك يوصلكم، ولونا يا بنتي عندنا شغل، عندنا تمثيل هذا الأيام، لكن غالي والطلب رخيص. بس سمعي، قبل الغروب تكونوا هنا في البيت، لا تتأخروا. إن شاء الله أبوي، بس بغيت أخبرك عن حالة رقية بنت عمي. راشد، فينك؟ أبوي عاد هذا ما استوى الشر. أروح أشوف أمي يا بنتي، هذا الموضوع بنتكلم فيه بعدين. يلا يلا. Ha 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 ha!
تفضل تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. استريح عند قهوة وبعدين نتكلم. أحسنت جزاك الله. استريح استريح. لو سمحت لنا بنت قهوة وبنتكلم. باكر عندك تبسيل وانت والجماعة مشغولين. طيب طيب خلوا القهوة خلوها. حمد يغنم. ان شاء الله طال عمرك مستعدين مستعدين طال عمرك مستعدين. طال عمرك هذا عبد الرحيم مساعد النوخذة اللي صدر لنا الفابور حال الهند وإيران. وين النوخذة؟ ليش ما جاء؟ الموضوع اللي أبغى أتكلم فيه يهم النوخذة. النوخذة طال عمرك مزوج بنته وموصلنها بلا زوجها. وهناك إن شاء الله بيامر بالملكة وبين شغل بالزفة وأمورها وأنت عارف عاد هالشيء. طيب تفضل تفضل تفضل. بسم الله. أنا بغيت أكلمك عن الحمالين اللي حملوا البسوري للسيفة. عطني أنا الفلوس وأنا بمعرفتي بوزعها. هذا شيء بسيط طال عمرك وعبد الرحيم أي نفذ بدون كلام. صحيح لكن أنتوا تعرفوا أن النوخذة ما يحب يظلم حد وموصلني أني أوصل لكل واحد حقه. غير كذاك إحنا مستعجلين حل فاغور لازم نوصله للهند قبل هبوب الريح فوق تشتر. ويوم نشوف الحمالية متكاسلين نزيدهم في الحال علشان تزيد همتهم ويخلصونا. هذا القصد. انت خلي هذا الكلام حال عم راشد. في هذا البلد ما في حد يقدر يخالف أوامره. انت هات الفلوس وانا اخلي الحمالين يحملوا المبسل الى سيف البحر. طمن النوخذة خلي يطمن زين لا تخاف. شورك وهداية الله ان شاء الله. تفضل طال عمرك. أحسنت. الله يبارك فيك جزاكم الله خير. غنم حمد غنم. إن شاء الله طال عمرك. تأمر يا أمر. على وين يا جماعة الخير على وين؟ ما قلنا لك يا حبيب ما إلك عندنا نصيب يعني ما إلك شغل. مال من مخلف أبوك حبيب ما يريد يشتغل فيه. سعود عرفت تكلم من يا سعود؟ أعرفك زين طرطور المسمار والشمقة ولا تريدنا نسمع كلام غير عن كذاك. يا ياسر احنا رايحين نصلح نخلتين حال سعود. أنا عارف إني ما إلي شغل عندك ولا في الحواير المجاورة. انت عليك حظر فهمت؟ يا حبيب يا حبيب ليش كذبت عليه؟ انت خايف منه؟ انا مقرب ذلهم يا سعود. لو خبرنا كنا ما حصلنا شغل ما حصلنا شغل. سمحوا لنا يا جماعة جبناكم في هذا الوقت. هذا موعد التبسيل والجماعة متعودين ياخذوا فاغور من عند راشد المسمار. قصدك يخرب المبسل يا حميد؟ راشد يعطينا فاغور بدون أي شيء. هذا حسب الاتفاق اللي بيننا وبينه. وهذه المرة نحن ناويين نزود في الغلة. احنا اجتماعنا ما له هذا. زميلكم عيسى انكشف أمره ويمكن أموركم بعد تنكشف. والحل؟ الحل الرجال بعده ما وصل بلاد عيسى رايح الزفة. يعني في هذه الحالة نضطر إن نحن نهجم على الزفة ونستدعي الرجال بباغينه ونتفاهم معه. والزفة متى توصل؟ أهم شيء تكون أملة ثمين ولا تأذي أحد أبدا. أهل الزفة بيفتكرونا قطاعين طرق بس احنا نحاول نتفادى اي ذعر منهم. واحتمال انهم يقاوموكم بس الاشارة اخذوها من حميد. يلا يا جماعة نتلاقى بعد صلاة الظهر بنروح نجيب نصيبنا من الفاغور. لكن ها ما حد منكم يروح بلاده ولا يروح بيته لحد ما نحصل الرجال اللي خبرتكم عنه. زين ان شاء الله ان شاء الله وغداكم هنا عندي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. Thank you.
وراك 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 ياسر افض باي يلا يلا بسرعة هناك اللي وراك سلام بس 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 كيف 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 بسرعة بسرعة يلا بسرعة كيف شيل هذا الوسخ اللي داخل شيله مالك يا ثاني اشوفك اليوم مثل الحريم جالس تبكي مالك مثل هذا اليوم يا صالح افنت طفل بريء ما الى اي دم في ديني هذه المتقطعه يعني قتلت نفس بريئه يا ريتني كنت اعترفت يا صالح واخذت جزائي أنا تسترت على جريمة قتل جريمة قتل يا صالح ودفنتها بإيدي إيدي هذه كيف يا ثاني فضفض اللي في قلبك هذه قصة طويلة يا صالح عمرها 12 سنة ما حد يعرف عنها شيء أنا بقصها عليك وانت خبرني إيش أسوي ايش رايك في هذه الرحله هذه حارتنا جميله من زمان ما شفتها كلها انا بصراحه ما صدقت ان ابوي امر مبارك يودينا هذه الرحله هنا كان ابوي متعود يجلس هو واخواني الله يرحمه صبري يا اختي ان شاء الله يرجع بالسلامه يا ريت يا ريت يا نجوى انا محتاجت لهم الله يصبرك يلا نروح فين المجنونه فين المجنونه فين المجنونه فين المجنونه يا معلم العامل اليوم الفامور سعيد مالك اشوف وجهك تعبان ما ادري يا محمد ما ادري هذه الايام ما يجيني نوم وين عم محمود ما اشوفه اليوم تفسير الفاغور وابوي راح يجيب نفيعه حال هوش اليوم تفسير اليوم تفسير الفاغور مثل اليوم عمي دفر أخوي قدامي ومات ومثل اليوم السماء ارتجفت والأرض تبدلت ومات أخوي وتبع أبوي اليوم تفسير مثل اليوم انفصلت عن المكان اللي تربيت فيه أبشر يا ولد العم أبوي أذن لنا نروح نسترجع حقك صحيح صحيح عم محمود أذن لي روح الحارة واسترجع حقي صحيح